أولا أهلا وسهلا، أرحب بالسادة الحضور في مشروع معا نرتقي، واليوم إن شاء الله دورة تدريبية من دورات هذا المشروع الراقي بعنوان تربية الأبناء. تربية الأبناء دائما نتحاور ونتناقش فيها، سوف نعرض بعض المواضيع وبعض الأفكار وبعض المقترحات منا ومنكم. نبدأ في هذا الموضوع إن شاء الله. بسم الله. دائما أقول أن العلم ليس ما حفظ، إنما العلم ما نفع، وكل منا لديه ما يعطيه، فلا تبخل بما لديك. خير الناس هو أنفعهم للناس، والعلم ميراث الأجيال، وما دمنا يدا بيد فدوما معا نرتقي. هذه هي ورشتنا لهذا اليوم، تربية الأبناء يسر لا عسر. أولا أعرف حضراتكم مدربتكم اليوم، معاكم ريم سعد حواش، مدرب وأخصائي معتمد من كلية أكسفورد وكلية كامبريدج، مؤسسة الفقه العالمية للتدريب، كذلك حاصلة على دبلوم القيادة الاحترافية كلية أكسفورد المؤسسة الدولية الكندية للتدريب، بكالوريوس هندسة ميكانيكية ومعلمة رياضيات، وحاصلة على الرخصة المهنية للمعلمين المستوى الأول. شرفت بحضراتكم. إن شاء الله على بركة الله نبدأ. محاور ورشتنا اليوم هي مفهوم التربية لغة واصطلاحا، ميثاق الأبوين. سنتعرض لشخصية طفلك تتكون منذ نعومة أظافره، كذلك من هم أنواع الأهل، طرق التربية حسب تصنيف الأبناء، بعض السلوكيات السلبية أسبابها وعلاجها، ختاماً رسائل لأمي، وهي في الحقيقة للأم وللأم. نبدأ حتى نرى قرة أعيننا، فلنا هذا المقطع اللائق به. بس كنت بتساءل، هل الصوت كان واضح؟ لا، الفيديو مفهوش صوت يا فندم. الفيديو لم ما كانش فيه صوت. طيب هستأذن حضراتكم. تفضل. طيب أنا بس عندي مشكلة في توصيل الصوت. هو مفيش مشكلة، هو الكتابة باينة يا فندم على الفيديو، حضرتك تقدري تعرض أو لو حضرتك عملتي شير للصوت كمان، وحضرتك بتعملي طيب أنا بس ده تمام كده، الصوت كان واضح؟ لا، ما فيش صوت للفيديو، بس صور. طيب أنا بس لأن فيه هيبقى فيه فيديو تاني، فعايزة أعرف، معلش سامحوني أستاذ محمود أو أستاذ وائل، أعرف بس الخلل من فين، لو هو عندي أصلحه حالا. حضرتك يا فندم علمتي على كمبيوتر ساوند أثناء المشاركة؟ المشاركة أثناء حضرتك عامل المشاركة، حضرتك علمت على كمبيوتر ساوند؟ أيوة، في الأول علمت عليها. حضرتك برضو موقف الفيديو عند، ممكن تشغليه كده؟ طيب
الأخيرة يعني أنا هنا عندي join audio automatic صوتي وصل لحضراتكم طيب؟ ايوه فندم، صوت حضرتك واضح. الصوت تمام بس الفيديو ما اشتغل. طيب تمام ما فيش مشكله. ننتقل يعني لعله خير، مش مهم كان بيحصل حاجات زي كده في التقنيات او في الانترنت، لكن نستكمل مع بعض موضوع التربيه. احب اعرف من حضراتكم مفهوم ومعنى كلمه التربيه. إحنا وصلنا كلمة التربية لغة ومصطلحا إزاي؟ فحابة إني أعرف من حضراتكم على الشات معنى كلمة تربية. طبعا المقصود تربية الأبناء، بس التربية معناها إيه؟ أستاذ الحضور أشوف مشاركاتكم على الشات. طيب معنى كلمة التربية. وصلنا. إنشاء جيل سوي، تعليم، إنشاء وإرشاد، غرس أسس وقيم، الإعداد والتجهيز، تعليم وتعلم، تعليم المبادئ التي تعكس مبادئ الشخصية. تمام، غرس المفاهيم. ما شاء الله كلها يعني تعريفات تنم عن ثقافة عامة، ما شاء الله. ثقافات يعني ليها ثقل. طيب معنى ومفهوم كلمة التربية، شكرا جدا لحضراتكم. أنا عندي كلمة التربية من حيث المعنى اللغوي، طبعاً أهل اللغة العربية هم اللي يعني هيحكموا في هذا، هي بمعنى ربى، وربى الشيء أي نما وزاد. وعندما يقول سبحانه وتعالى رب العباد يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أي أنه يزيدها وينميها. كذلك ورد في المعجم الوسيط أن كلمة تربى بمعنى نشأ وتغذى وتثقف. أيضا نجد في القرآن الكريم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. إذن المعنى اللغوي لكلمة تربية يأتي بمعنى زاد ونمى، وكذلك قد يأتي بمعنى أنه التنمية في القوى العقلية والجسدية. في هذا الموقف يجب أن نشير إلى أن التربية هي إجراء عام يستعمله الكائنات سواء الإنسان أو غيره من الكائنات. فإذا وقفنا على كلمة تربية فجميع الكائنات تنمي وتزيد أبنائها. إذن هي في المفهوم اللغوي هي نماء وزيادة، فلا تنحصر فقط في مفهوم الأخلاق. لكن بالنسبة للإنسان التربية في أساسها هي عملية اجتماعية ونفسية، تعنى بالفرد ويعنى بها، لأن المجتمعات تقوم على القيم والمبادئ والأخلاق، وهذا هو محور ورشتنا اليوم إن شاء الله. معنا في هذه الصورة ما شاء الله، يعني ربنا يبارك الجميع، بارك الله لهما وعليهما وجمع بينهما في خير. عندما تبدأ الحياة الزوجية فيكون هناك مواثيق وعهود، ولكن أولا يجب أن نتخير، تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. عندما يختار الزوج الزوجة وكذلك العكس، فإننا نختار على بينة وعلى يقين وعلى قناعة، لأنه سيترتب عليه إن شاء الله أبناء يحملان الصفات
وسوف نتشارك في تربيتهم. إذن لدينا ميثاق الأبوين. هل سألتم حضراتكم؟ ميثاق الأبوين عندي هنا اللينك اللي موجود عند حضراتكم على الشاشة وكذلك الكود. ندخل على الرابط ده ونكتب على الجدارية يا ترى ما هي المواثيق والعهود التي يتعهد عليها الزوجين قبل حتى أن يرزقا بأطفال؟ إيه اللي ممكن هما الاثنين يتعهدوا عليه ويكون عهد وميثاق وقواعد بينهم؟ ندخل على الجدارية هنلاقي مكان للرجال ومكان للسيدات. العنصر الرجالي يكتب في المكان بتاعه العنصر النسائي ونرى مقترحاته. ما هي العهود والمواثيق؟ دربت الأورفة. حضرتك حطيته جزاك الله كل خير. لا حضراتكم تحت الرجال هتكتبوا باللون الأزرق وتحت السيدات اللي هو اللون البامبي شوية. الرجال التربية الصالحة، السيدات الحقوق والواجبات والاحترام والمودة، الاتفاق على الاحترام والتعاون، تمام، الحب والتفاهم، الرجال هيتفقوا على الأخلاق ما شاء الله، طبعا دي حاجات مهمة جدا، الاتفاق في الأمور الملمة بخصوص الأمان والحنان، تحمل المسؤولية بصورة مشتركة. هنا يعني حابوا ان هم يبقى لهم مكان خاص بيهم. الحب والمشاركه وغرس القيم، ان يكونوا متفقين، الامل والحنان، ممتاز، المشاركه والتعاون، تمام. شكرا لمشاركات حضراتكم. طيب نبدا ان احنا نشوف ما هي القيم والمبادئ التي سوف يتعاهد عليها الزوجين. طبعاً سوف يتعزوان على أن يتقي الله كل منهما، أن يتقي كل منهما الله في الآخر. طبعاً كل واحد لازم يتقي ربنا في المال والعرض وفي الوقت وفي التربية وفي كل ما سوف يتعرض لهم في حياته. يحرص على الرزق الحلال لأن ده شيء مهم جداً جداً، فما نبت من حرام فالنار أولى به. عدم الشجار أمام الأبناء ده شيء يعتبر من المحرمات. حضرتك كده يعني بتوجد كائن غير سوي. عدم تحكيم الأبناء في المشاكل أبداً أبداً، هم لا مؤهلين ولا ده دورهم إنهم يحكموا في مشاكل ما بينهم. لا يسفه أحدهم الآخر، أحد الزوجين لا يسفه الآخر يعني قدام أبنائه. الطريقة بتكلمي بيها دي، لا انت لما عملت التصرف ده ما كانش يجب يكون كده، لا طبعا ما فيش التعليقات دي خالص، حتى لا يقل ثقة الأبناء بأبويه. أن يتشارك المسؤولية في كل شيء لأن هي الحياة الزوجية مشاركة. يدعم كل منهما رأي الآخر. طيب إذا كان الرأي رأي غير سديد نصمت ويبقى ما بيننا إشارات مشتركة.
ونبدأ نتشاور فيها ونتحدث فيها بعد كده كمناقشة، لكن طبعاً قدام الأبناء ده شيء لا يجوز أبداً. لا يخفي أحدهما سراً على الآخر، مفيش أسرار ما بين الزوجين، مفيش دي حاجة خاصة بيا، مفيش الكلام ده. يعني حتى يعني حالياً وأصبح الموبايل معانا في كل وقت وفي كل مكان، الباسورد بتاع الموبايل ما هوش من المحرمات على الزوج أو من المحرمات على الزوج، حياتها كلها مفتوحة عندها وهي حياتها كلها ما بين إيديك، فدي من المواثيق التي يجب أن يتعهد عليها الزوجان. طالما بدأت الحياة الزوجية بنحب أن احنا نشير ل يعني عادات وأفكار قام بها البعض وكانت نتائجها مهمة جدا. العادات دي ذكرها ستيفن كوفي في كتابه العادات السبع للأسر الأكثر فاعلية. الأسر اللي كانت دي كده مرتبطة وكان أبنائها نتاجهم مشرف كانت عادات نقدر كلنا نحققها. أول شيء يكون إيجابي، إن الأب والأم الأبوين حتى يعلموا أبنائهم الإيجابية، الإيجابية في الأفعال، الإيجابية بالمبادئ، مش بس للموقف اللي حصل، يعني مش وليد الموقف، ابدأ والهدف واضح في عقلك، يكتمل الهدف في اللحظة دي تقدر إنك تبدأ وإنك تخطو الخطوات الأولى. كيف أبدأ؟ أبدأ بالأهم فالمهم، أرتب أولوياتي، فكر في المكسب المشترك. أبنائي لما إن شاء الله هيكبروا هو ده المكسب، استثمرنا في الأبناء. افهم أولاً ليسهل فهمك من الآخرين، يعني أنت افهم الموضوع الأول حتى علشان يفهموك لما تطرحه، لما تطرح الموضوع ده، وعلشان لما الآخرين يبدأوا يطرحوا عليك نفس الموضوع تعرف أفكارهم والتباين والاختلاف. التعاون ما بين أفراد الأسرة، التعاون والتكاتف. أخيراً اشحذ المنشار، ومعنى هذا جدد دائماً في الأدوات ودائماً كن مستعد ولا تمل ولا تكل. كان الأستاذة أفتكر الأستاذة عبير الأستاذة حياة كان ليها دورة فكانت تقول فيها دائماً املأ المصباح بالزيت، يعني دائماً يبقى عندك نقول مخزون ودائماً بتاخد بالك إن إذا توقفت لهذا الحد كل اللي أنا بعمله ممكن يقع وممكن إن هو ما يكملش. إذن اشحذ المنشار دائماً وكن مستعد. هذه هي العادات السبع للأسر الأكثر فاعلية. حالياً بما إن إحنا في نطاق الأسرة والتربية لنا هذا المشهد، الجميع شايفه قد كده، مشهد يعني رومانسي بصراحة، رأيكم في إيه المشهد ده؟ أسمع رأي حضراتكم كده. جميل. لو حد يحب يدخل مداخلة صوتية أو سمعوني على الشات، شايفين قد إيه يعني راحة نفسية وشايفين. عليكم السلام ورحمة الله. هو ممكن يكون من كثرة المشاكل بتخلي الحياة خريف، يعني تعكر جمال الطبيعة. يعني هي الشجرة ميتة دلوقتي رغم إن في بحر رغم في طبيعة، فكثرة المشاكل ممكن تعكر الحياة. إذن سوف نتفادى المشاكل. أيوة. إن شاء الله رب العالمين. متشكرة جدا جدا لمداخلتك، وطبعا رأي مهم جدا. الصوت الجميل. العفو عصبني. مين الجنين. سمر حضرتك صوت الجنين بتجنن. حلوة كتير كتير. مين كمان شاف الأستاذة شافته على الشات؟ حلوة في الطفل الصغير. هي الإجرين على اليمين. أيوة وهي راسه. هي رجلين وبينين. قدم الطفل موجودة. تمام. إذن في هذه الصورة كما هي تجمع الأبوين أيضا تجمع معهم هذا الطفل الذي لا زال جنينا ونستعد لتربيته إن شاء الله. تمام. إن شاء الله. ما شاء الله. حبيبي. شخصية طفلك تتشكل منذ نعومة أظافره، وهنا أشرت بكلمة طفلك حتى أنني أوجه الكلام للأم
في هذه المرحلة كثيرة. دعونا نرى كيف أن شخصية الطفل تتشكل منذ نعومة أظافره في النقاط التالية. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إلى آخر الحديث. إذن الطفل يولد على فطرة الإسلام. يا ترى ما هي الطرق للتربية الإيجابية لهذا الطفل ولهذا هذه النعمة التي يهبها الله لمن يشاء؟ النهاردة يعني من الواضح أن يعني هشغلكم كتير، فأنا عايزة أشوف برضو أراءكم على الشات. يا ترى إيه هي الطرق الإيجابية منذ أن يولد الطفل اللي ممكن تتبعها الأم وكذلك الأب في تربية وتشكيل شخصية هذا الطفل؟ أنا هنتظر، مش هقول غير لما أشوف رأي حضراتكم على الشاتينج. ممكن بس عادل السؤال؟ تمام. شخصية الطفل تتشكل منذ نعومة الأظافر منذ أن يولد، فيا ترى ما هي الطرق الإيجابية التي يمكن أن نتبعها حتى تتشكل شخصية ابني بطريقة راضية مرضية لله عز وجل طبعا، وطريقة بناء؟ إيه الخطوات أو إيه الطرق اللي ممكن حضرتك تقومي بها كأم وكذلك الأب؟ تفضل. طريق الدين الإسلامي وتعاليمه. التربية للدين الإسلامي ذكرت في القرآن الكريم وفي إن شاء الله بعد على الإنفعالات وردات الفعل العصبية ممتاز. حسن ممتاز، حضراتكم تقريبا ما خليتوليش حاجة. تمام. إذن بعض طرق التربية الإيجابية، وحضراتكم ما شاء الله أهل العلم، الاستماع والإنصات الجيد له، المراقبة المستمرة والتصويب المستمر. ممتاز ممتاز، شكرا لحضراتكم. أول شيء طبعا أنا عندي رضاعة طبيعية، فهي تجعل الطفل ينمو صحيا ونفسيا بطريقة مثلا. تنظيم ساعات النوم والتغذية. مش كل ما الطفل يحتاج إن هو يرضع الأم تبدأ في تغذيته. إذا نظمت وقت الرضاعة هاي هو عقله بيستجيب أوتوماتيك وبيبدأ يعمل ساعات فيصلية لجهازه الهضمي وكذلك ساعات النوم. الموضوع ليس بالسهل ولكنه يحتاج إلى تدريب وصبر. التجاوب مع الطفل حديث الولادة عندما يصدر أصوات. يصدر طفلك أصوات لا تكتفي بالابتسامة حضرتك أو الأب، لا، كملي معاه، اصدري أنت الأخرى أصوات، ويستحب أنها تكون كلمات معلومة ومفهومة حتى تنمي الحصيلة اللغوية عند الأطفال، فإن السمع هو الذي يكتمل أولاً ثم البصر ثم الأفئدة. قراءة القرآن الكريم بصوت مناسب للطفل ليساعده على التكلم والنطق الصحيح. كلما استمع للقرآن الكريم طبعاً هدأت نفسه وأصبح لديه من الحصيلة اللغوية وطريقة النطق الصحيحة ما يجعله ينطق ويتحدث بسرعة. قراءة الكتب المفيدة المختلفة للطفل لمساعدته على فهم وتطوير اللغة والأصوات. لا تقولي أن ابني لا زال في عمر الشهرين، لا، إنه يستطيع أن يشاهد تلك الصور التي في الكتاب المصور، يحدد الألوان بطريقة بسيطة لجهازه العصبي، لكنه ليس منفصل عنك وليس في عالم آخر. اللعب مع الطفل عندما يكون مسترخياً ويقظاً لتنشيط الدورة الدموية وتكوين علاقات ودية واجتماعية، يعرف أن هناك الشخص الآخر يمكن أن يتحدث معه، ممكن أن يحمله، ممكن أن يربط عليه وهكذا. التواصل العاطفي مع الأطفال حديث الولادة بالاحتضان، التدليك على الرأس، فهذه
تجعل الخلايا الحسية عنده يستجيب لها الجهاز العصبي فيتعلم المودة، يتعلم الأمان، عدم حمله ليكف عن البكاء. إذا كان يبكي فلا تتسرعي بحمله دون أن تعرفي السبب. طبعا كلنا يعني أمهات، ربنا ينعم يا رب على الذي لم يرزق حتى الآن، لكن ابحثي عن السبب، هل هو مريض، مغص، يحتاج تغيير، هل هو جائع أولا، لكن ليس كل ما يبكي حضرتك تجري وتشيلي. النظافة الدورية للأطفال حديث الولادة حتى يعتاد عليها البيبي من وهو صغير، إذا اعتاد إن هو دايما نظيف على طول مش هيتعبك بعد كده وهيدخل ياخد حمام لوحده وكل حاجة. تمام. تهدئة الطفل من خلال الضجيج الأبيض. ما هو الضجيج الأبيض؟ الضجيج الأبيض دي كلمة أو يعني مصطلح عن الضوضاء اللي ممكن يستجيب معها الجهاز العصبي والأذن فيبدأ موضوع الاسترخاء وتساعد على النوم، زي مثلا احنا بنعمل في بيتنا بس مش عارفين ده، يكون في طفل كده وتحطيه حضرتك على رجلك تفضلي مثلا تقولي له ايه بصوتك، ممكن طفل بتلاقيه ينام على صوت المروحة على صوت التكييف، هذا يسمى الضجيج الأبيض لأنه بتختلط به الأصوات وتنتج موجات تجعل الاسترخاء في هذه اللحظة هو الرد فعل الطفل ويبدأ ينام. الطفل وصل بالسلامة الحمد لله وبدأ الأهل في تربيته. ما أنواع الأهل؟ يا ترى إحنا مصنفين كأي نوع من أنواع الأهل؟ عند حضراتكم في رابط، أستأذن الأستاذ محمود ينزله لحضراتكم، وفي هنا الباركود هيدخلكم على موقع المفروض ان في اسئله. نعم اتفضل يا استاذ محمود. نزل بالفعل شكرا. ففي موقع من خلال اجابه حضراتكم على الاسئله دي هيجي في الاخر تعليق وهيدي نسبه ويعرف حضرتك وحضرتك من اي نوع من الاهل حضراتكم. اتفضلوا وهتقولوا لي طبعا بصراحه لان انا مش هيظهر لي ده لكن هتظهر النتيجه عند حضرتكم. اديلكم دقيقتين كفايه. اللي يوصل للنهاية ويجد الناتج يكتب لنا على الشات هو أحرز كام في المية، والتعليق المختصر بس، هو من النوع المدلل، هو من النوع المتشدد، هو من النوع أي نوع. مين خلص؟ تمام. أستاذة فاطمة 45 كان التعليق لحضرتك إيه يا أستاذة فاطمة؟ مختصر كده
أنت تعامل أولادك باحترام ما شاء الله، تشملهم بقراراتك قدر الإمكان، مع ذلك قد تتخذ موقفاً حازماً إن دعت الحاجة. أنت غالباً تدعو لفترة استراحة تتيح لك إعادة النظر في الأمر لتتخذ القرار المناسب. أنا سمر 39 وبس، هذا التعليق اللي طلع لي. أها نفسه؟ أي نفسه. ممكن يكون هو حاطط رينج. أيوة يعني إنه من 39 أو من 40، 39 ل 45 كذا، نفس ال ممتاز. 35 ل 45 حيكون نفس التعليق. طيب باقي خلي كمان دقيقة ننتظر الأساتذة والأخوات. تمام 48 تعامل أولادك باحترام. ممتاز. اثنين وأربعين نهاية الاستبيان. تمام تمام معلش، ممكن بس حضرتك عندك الرابط الأستاذ أنس، أستاذ عبير 45، الرابط موجود، حضرتك ممكن تعيد الاختبار مرة أخرى. تمام. طيب ننتقل الآن حتى نعرف ما من هم أو ما أنواع الأهل. أنواع الأهل، للأسف هناك نوع من الأنواع الأهل المهملون تفكيره أو تفكيرها، طبعا الأهل أقصد به الأب والأم أو أحدهما، هو مهمل يعني لا يعرف كيف يعتني بهذا الكائن اللي ربنا رزقه به، في ملبسه في مشربه في تربيته بيهمل الأولاد هو أو الأم. إذن عدم الاعتناء بالأطفال أو بالأولاد يصنف هذا النوع من الأهل بأنهم مهملون. الأهل المدللون، بمجرد ما ربنا يرزق الأبوين بنعمة الأبناء وكأن يعني فتح يعني حظى بما لم يحظى به السابق، يدلل ويعني تساهل ما بعد تساهل، جميع الرغبات مجابة. طبعا هذا لا ينتج منه أبدا أبناء شداد ذو ثقة في أنفسهم. الأهل المنقذون، الأهل اللي لما أول ابنهم حتى من هو صغير يقع في خطأ أو في مشكلة يجري يعني لفظا وواقعا يجري حتى ان هو يحميه. طيب يعني لو لا قدر الوقعه مش هتكون او يعني مش هتكون جامده، سيبه يتعلم يعني يسند على ايده يسند على رجله. نفس الشيء الام تنقذ ابنها من كل حاجه، عمل مشكله مع ابن الجيران، طيب بس خليه يواجه وبعدين حضرتك تدخلت، انا مش بقول سيبيهم لما يتخانقوا. اذا الاهل المنقذون بيفقدوا الابن أو الابنة شخصيتهم، دايماً معتمد عليهم. الأهل المروضون، يروض الأهل أبنائهم حتى يكونوا مرآة أو نسخة منهم، ليسوا مرآة، لأن إذا كان الأهل يعلموا أن الأبناء مرآة لكانوا أحسنوا من مظهرهم. يعني إذا حضرتك يعني هناك عبارة جت في بالي أن أبنائك مرآتك، فكن دوماً متأنقاً، مش لازم اني اروض ابني علشان يطلع نسخه مني او من شخص انا بحبه، لا، حضرتك حط فيه السلوك القويم حتى يكون مرآتك انت في تربيتك وفي طرق تربيتك وقيمك. لدينا نوع الاهل المستبدون، ده بقى قراراته وقراراتها دايما يجب ان تنفذ، حازمه صارمه لا نقاش، وقد يكون فيها ظلم وتعسف. الاهل الداعمون، دول من أفضل أنواع الأهل، يدعم ابنه سواء بالرأي بالمشورة، يستمع لي، ينمي قدراته، يتركه يواجه المواقف. إذن الأهل الداعمون ينتج لديهم أبناء يستطيعوا مواجهة المجتمع. هل طرق التربية واحدة؟ لا طبعا، طرق التربية
تكون حسب تصنيف الأبناء. تصنيف الأبناء بيكون حسب النوع، إما ربنا وهبنا أنثى أو وهبنا ذكر. متفقين معايا أن التربية الاثنين تختلف أم أنها ستكون بنفس النهج؟ رأيكم إيه؟ أكيد رح تكون مختلفة يعني، خاصة الذكور. تفضل. تختلف؟ سوف تختلف بحسب النوع. طيب نشاهد كيف سيكون الاختلاف وكيف سنتعامل مع الجنسين. هناك نصائح لتربية الذكور، ربنا وهبنا ولد. أول شيء أيها الوالد، اصطحب ابنك للمسجد عند كل صلاة. حفظوا ابنكم القرآن منذ الصغر فيكن ذخرا لكم وله. القرآن سوف يحفظه. اسمحوا له ببعض الحركة الزائدة واشتركوا له في نشاطات رياضية مناسبة، لأنه ولد وتكوين الجسم والعضل يختلف عن البنت، طبيعي لازم يتحرك، مفيش ولد قاعد ساكن إلا إذا كانت دي مواصفات، وهؤلاء قلة. اختاروا ألعابا مناسبة لشخصية كل ابن وركزوا على الألعاب التعليمية مش الإلكترونية، الألعاب التعليمية التي يتعلم منها تكون بفائدة. لا تجبر الولد الهادئ على تغيير عاداته، كنت بقول اسمحوا ببعض النشاط والحركة الزايدة، طب ربنا رزقني ولد هادئ طباعه ومستكين، ما تجبروش على تغيير عاداته لأن حضرتك بتغير تركيبته وبيطلع مشوه أو يعني مشوش. نمي مواهبه كما هي كما خلقها الله، ودعمه وحفزه، هو نمط أنه هو هادي. بسم الله. عودوهم على القراءة قدر المستطاع. احرصوا على التواصل اللفظي لأن الذكور عادة يتأخرون في الكلام، يعني أنا عندي أولادي الصبيان يتكلموا متأخر، يتكلموا على 3 سنوات أو بعد، دي من خبرتي يعني، ما أعرفش أولاد الناس كلهم كده ولا لا، بس الأبحاث أشارت لكده وأنا شهدت ده بنفسي. اصبري على صغيرك في تعليمه الكتابة والإمساك بالقلم لأنه أبطأ من شقيقته، الذكور بيكونوا أبطأ خلايا دماغهم والخلايا العصبية المرتبطة بحركة الإيدين، الإرسال والاستقبال أبطأ من الفتيات. قوموا ابنكم ولا تعنفوه عند الشجار، انتقد الفعل وليس الفاعل، يعني ما هذا الصوت العالي؟ مش انت حنجرتك غريب أو الصوت هو العالي، لكن الولد استخدم الحاجة اللي ربنا خلقها له. لا تغرسوا فيه أنه أفضل من شقيقته أو يستحق معاملة خاصة لأنه ولد، لا ده هو مسؤول، يعني اغرس فيه المسؤولية ودي أختك وحافظ عليها. إذن هذه بعض النصائح لتربية ذكور. طبعا اللي قدامنا دي بنسميها حضراتكم أهل علم هي خريطة ذهنية، يعني حتى عشان نغير بس السياق إن نحط يعني جمل تحت بعضها. طيب وما نصائحنا لتربية الإناث؟ نفس الشيء، الصلاة لا يوجد فيها فصال، ولكن صلي مع ابنتك في بيتك، صلي في البيت، طبعا المرأة صلتها في بيتها أفضل. حفظوا ابنتكم القرآن منذ الصغر فمثلها مثل أخيها، وهذا هو التاج الذي سوف تلبسونه يوم القيامة إن شاء الله. الفتيات أكثر ميلا للمهارات اليدوية فادعموها بالوسائل، البنت طبيعتها إن هي بتحب تشتغل بإيديها، هتقولها الأشياء المفيدة اللي تقدر تتعلمها طبعا على حسب المرحلة العمرية، ما تجيبلهاش حاجات وهي صغيرة تبلعها. إن كانت ابنتك مختلفة وتميل أكثر للمهارات الحركية متحركة البنت، فاشتركي لها في نشاطات رياضية مناسبة، مش هنوديها فريق كورة، ولكن في النشاطات التي تخرج فيها طاقتها. تواصلوا مع ابنتكم بالكلام كثيراً واسمحوا لها بالحديث والحكايات، خليها تقول، ما يكونش عندها أسرار، حضرتك صاحبيها، والبنات بيميلوا كتير للأب، هتتكلم معاه في حاجات كتيرة وهتحب إنها تشترك معاه في الحوارات، لكن هتيجي برضو في نقطة لازم تتحدث معاكي، فبتحصل غيرة في بعض الأحيان من الأمهات تجاه العلاقة ما بين البنت وأبوها، لا هي
هتعيش حياتها خالص مع باباها، وطبعا هو قدوتها والراجل اللي موجود حاليا في حياتها مثل اعلى. لكن انت اسمعي لبنتك لان هتقول لك حاجات يجب ان تقفي عندها وقفات على مر الزمن. علموا ابنتكم فن الخطابه فهي اسرع في الحديث والنطق. انا بس الشاشه بتختفي عندي. فطالما ان ربنا رزقها انها بتتكلم بسرعه علميها فن الخطابه حتى تبقى جيده في المدرسه وتقف في الاذاعه وهكذا. لا تعاملوها باختلاف عن اخيها وعلموها انه سندها في الحياه. نفس الشيء زي ما اعرف ابني ان انت مسؤول عن اختك، عرفيها وعلميها. وحضرتك كمان يا بابا ان اخوك ده هو سندك بعد مني، هذا هو الرجل الذي تستطيعي ان تستندي عليه مدى الحياه. وكذلك الاب، ربنا يبارك في الاباء جميعا. انتبهوا لكل ما تقولون وتفعلوه لان الابن اكثر قدره على التقليد. هي جيناتها الوراثيه كده بتقلد اكتر، فخلي بالكم، خلي بالك يا ماما وحضرتك بتتعاملي وبتتصرفي لانها هتقلدك في صوتك وفي حركاتك. طبعا لا تتركي ابنتك داخل الغرفه وحدها مع الهاتف المحمول فلن تلومي الا نفسك. يعني ما جد علينا يندى له الجبين. فلو سمحتي حكايه ان يا ماما انا سيبيني بس، طيب هخلص ده انا مع صاحبتي، لا، الباب دايما مفتوح، حضرتك بتدخلي وتخرجي على طول. يفضل ان هي اللي تكون معاكي اصلا. دربي ابنتك على أعمال المنزل والطهي فستكون مسؤولة يوما ما. يعني كلنا عندنا الدور ده، لكن طبعا هيبقى في رقبتك إن حضرتك ما علمتهاش وفجأة لقيت الدنيا مختلفة بعد ما رحت. تصنيف الأبناء حسب العمر، شفنا إن هو حسب النوع. تصنيف الأبناء حسب العمر من عمر الولادة إلى 7 فهو في مرحلة الطفولة. من 7 ل 14 مراهقة مبكرة. من 14 ل 21 يسمى مراهقة متأخرة أو بداية الشباب. أنا عندي لاعب الفيديو، إذا الصوت مش طالع عرفوني الله يبارك لكم. لاعب ولدك 7 وأدبه 7 وراقبه 7 ثم اترك حبله على غاربه خبيثا له. يعني في مرحلة لا يصح فيها أن تؤدبه إطلاقا، طفل صغير. هناك آباء لو أن ابنهم بكى في الليل يضربه، عمره 2. لاعب ولدك 7، أما من 7 إلى 14 تكلم كلمة غير صحيحة، كلمة غير لائقة، معه حاجة ليست له، يجب أن تبالغ بتأديبه. لكن بعد أن بلغ 14 شعر بكيانه، هو لا هو راشد يرضيك ولا هو صغير تعلمه. يعني أثناء شراء الألبسة بلك في سن محير، وهذا هالسن بعد 14 يعني بحير، بتعامله كراشد بخيب ظنك أحيانا، بتعامله كطفل ما بيتحمل. لذلك هنا جاء التوجيه وراقبه 7 ثم ترك حبله على غاربه. يعني أنا بقول دائما بالثقافة الإسلامية أو بتعبير آخر بالثقافة الشرق أوسطية الأب محترم، لكن البطولة لا أن تكون أبا محترما، أن تكون أبا محبوبا. والله يمكن أجمل جلسة يجلسها الأب والأم مع أولادهما، في مداعبة، في طرفة لطيفة، في تعليق لطيف، في سؤال عن دراسته، في أطرف شيء سمعه اليوم بالمدرسة. فالمشكلة أنه الشاشة ألغت الأب، ألغت الأم، ألغت الأسرة. يعني الوضع بالبيت لا يرضي أبداً. أما حينما يكون البيت في انضباط، في لقاء، أنا كان لي درس الآن بجامع سعد كان عن الحوار فقط، الحوار مع الأولاد. يعني أكثر الآباء بيعطي أوامر وبيسبوا ببهدل بس. تمام. طبعاً الفيديو اللي إحنا شفناه مع بعض هي نهج الإسلام في تربية الأبناء. فمن عمر الولادة لعمر 7 سنوات له طريقة، من 7 سنوات ل 14 عام له طريقة، ومن 14 إلى بعد ذلك له طريقة. طبعاً كلنا لا يخفى علينا إن زي المثل الشعبي ما بيقول إن كبر ابنك خويه. ما تتعاملش مع الشخص اللي أصبح
بعد ال 15 سنة زي ما كان حضرتك وحضرتك بتعامليه وهو عنده 4 سنوات. خويه يعني اجعليه أخ ليكي واجعله أخ ليك. فالإسلام فعلا زي أحد الأساتذة ما تفضل وكتب على الشاتنج في أول اللقاء أو في أول الأمسية إنه ما ترك لنا شيء من التربية إلا وتعرض ليه. إذن يعني الطفل وهو صغير طبعا ما يضربش أبدا، من 7 سنوات ل 14 سنة لا طبعا أأدبه وأعنفه، ولكن طبعا العقاب الجسدي مفروض، لكن أقف على كل شيء لأن دي مرحلة تنمية القيم والأخلاق. ومن 14 ل 21 أنا ببدأ أسيبه يواجه الحياة. تصنيف الأبناء طبعا عندنا هوارد جاردنر اتكلم عن اني اقدر اصنف الابناء، ودي حقيقه موجوده احنا حتى كمعلمين بنواجهها، حسب انواع الذكاءات، وسمها نظريه الذكاءات المتعدده، ودي طبعا لو فتحنا فيها دي ليها امسيه لحالها. هنتطرق بس ان الذكاءات المتعدده هم 8 ذكاءات. الذكاء اللغوي اللفظي، ده الطفل عندي بيكون عنده حصيله لغويه وبيحب ان هو يستمتع بالقراءه، يطلع، يقدر أنه يتحدث. الذكاء المنطقي الرياضي، حل مسائل ويبحث عن المنطق ولماذا. الذكاء الإيقاعي الموسيقي، بيستقبل بأذنه أكثر بكثير من أي حاسة تانية، يستطيع التمييز بين الإيقاعات طبعا إذا استمع القرآن الكريم يميزه ويميز القراء. الذكاء المكاني البصري، يوصف المكان من أول مرة راح مع حضرتك فيه. كل نوع من ده بنتعامل معاه بالطريقة المناسبة ليه. الذكاء الحركي الجسمي، الأنشطة بتفرق معاه جداً، إن حضرتك تستخدمي حركات جسمه من انفعالاته وتقدري تعرفي منه حالته. الذكاء الذاتي، الشخص اللي هو ذكاءه ذاتي دايماً بيعمل حاجته لوحده ودايماً بيتأمل وبيفكر وعنده خطط. الذكاء الاجتماعي، بيحب طبعاً روح الفريق وبيحب إن هو يتعاون، شخص اجتماعي وقد يجمع الطفل أكثر من ذكاء. أخيراً الذكاء البيئي الطبيعي، ده شخص عايش عاشق للطبيعة ويحب الحيوانات الأليفة ويربي النباتات ويزرع النباتات وهكذا. إذن بحسب تصنيفي لابني أقدر أني أتعامل معاه. طيب أنا في الحالة دي يجب أني أكون أم وأب مثقفين، يعني طبعاً في حاجات بنتعلمها من الأبوين ومن الأجداد، لكن ما فيش ما يمنع من التطوير وأني أفتح كتب وأقراها، زي العادات السبعة، زي نظرية جاردنر معناها إيه وإزاي أتعامل مع ابني. فده شيء مهم جداً لينا في الأيام دي لأن العالم أصبح منفتح. طبعاً الكلام الكتير بيجيب ملل وزهق، فالرابط ده هيورينا بعض السلوكيات السلبية للأبناء، ويا ترى بعد ما نتعرف عليها هنتعرف على أسبابها وطرق علاجها. فحضراتكم استأذنكم هتدخلوا على الرابط أو الباركود قدام حضراتكم وتكونوا البازل الأجزاء ونشوف يا ترى بعض العادات السلبية أو السلوكيات السلبية اللي أبنائنا بيتبعوها إيه هي. أستأذن حضرتك أستاذ محمود. موجود الرابط يا فندم. شكرا، جزاك الله كل خير. تمام، انتظر من حضراتكم تقولوا لي اكملت او تم. خير، المشكلة ايه؟ الأستاذ الدعاء ايه المشكلة عند حضرتك؟ ممكن تكتبي لي على الشات برضو نفس الشيء. عم يعطينا المشكلات الخمسة مكتوبة جاهزة، يعني ما في بزل.
ما بيدخلش على اللينك نفسه. طيب لعله خير. تمام طيب بعض السلوكيات طبعا حضراتكم شفتوا الصوره لما دخلتوا على لينك نتعرض ليها ونشوف لدينا مثلا العناد تعتبر من بعض السلوكيات السلبيه. السلوك العدواني وليس العدوانيه، لان العدوانيه دي ظاهره عامه يشترك فيها كثير من الناس، زي مثلا ما نقول ايه الموظفين في المكان الفلاني من سماتهم العدوانيه دايما بيتكلموا مع بعض بحده، فالعدوانيه سلوك عام. اما السلوك العدواني يبقى شخص منفرد وهو ماشي مثلا خبط القطه وهو بيتكلم زعق مع اخوه كده. الكذب، العبوس يعني دايما مكشر وشه، الخجل، وهناك الكثير الكثير ولكن نتعرض لبعضها فقط. سريعا، اذا كان لدى طفلي سلوك عدواني فمن اسبابه او بعض اسبابه هذكر لحضراتكم مقتطفات منها. ده بيكون رد فعل للاحباط، هو شخص محبط من حدث ما او اتعاقب جسديا او للفت النظر والانتباه. طيب طرق علاجه، اني ارفض السلوك الخاطئ بالقول او بالفعل ليس بالعقاب الجسدي. اذا اصبح هو سلوكه عدواني وعمل ضرب حد او كده طالما انه ما اذاهوش طبعا انتقد الفعل وممكن احرم من الشيء، لكن طبعا ما اضربش. تحفيز السلوك الجيد اذا قام به، اذا في المقابل مثلا لقيته بعد كده عمل سلوك جيد احفزه، لازم اضبط الغضب عندي وانمي الذكاء العاطفي لدى الابن، يعرف ابني ازاي ذكائه العاطفي يخليني احتويه، يعني يتعامل معايا ومع الاخرين بشيء من الذكاء ومن الحب الداخلي. العناد اسبابه التساهل والتدليل، استجابة لرغبات الطفل، خلاص هو تعود كل شيء عايزه بيعمله، يحاكي ويقلد الوالدين. طيب أعالجه إزاي؟ إذا عند معايا تظاهر بالهدوء، تجاهل سلوكه الخاطئ طالما إنه مش بيأذي نفسه أو غيره، عدم التمييز بين الأبناء، ما هو هيعاند ليه؟ لأنه شاف إن أخوه تميز عنه، فطبعا هيعاند مع حضرتك أو حضرتك. دعم الثقة، اتباع أسلوب الثواب والعقاب. إذا كان طفلي دايماً عبوس ومتجهم وقافل وشه، اعرفي إن من أسبابه اتظلم في شيء معين دون وجه حق، يعني حد مثلاً فتح درفة الدولاب وهو اتهمته فيها أو لحق بيه ضرر، أخوه قطع له كتابه، وسيلة للضغط، ممكن يكون من الذكاء إنه بيعملها وسيلة ضغط لتحقيق رغباته، أو بيعبر عن حالة من الغضب، حصل شيء قد كده أغضبه وكاره ومش قادر ان هو يقول لحضرتك عنه. طيب لازم ابحث عن مصدر الالم وان انا ازيله تماما، اوفر الامان لابني، احضنه، اسمعه، احاوره، لا اسخر منه، لا اؤنبه. طبعا اذا كان هو بيعمله عن عنده كل مره للاستجابه لرغباته تجاهله خالص، وحضرتك يعني الام والاب يكملوا مسيره حياتهم عادي اليوميه. الخجل قد يكون من العامل الوراثي أو القسوة الزائدة، إهمال الوالدين، دايماً بأنبه، وليها أسباب كثيرة. هنا يجب أني أوفر الفرصة للابن يعتمد على نفسه حتى لا يخجل، لا أقارنه بالآخرين، أشجعه وأحفزه، لا أحرجه أمام الناس، أتحدث معه وأفتح حوار ومناقشة، أدربه على مواجهة الآخرين. إذا كان ابني يكذب فممكن وهو صغير من عدم إدراكه لمفهوم الكذب يعيش تجربة في الخيال، أنا عندي في البيت بيبي صغير بأكله وبشربه، نفسه يكون عنده أخ مثلا حتى يحقق رغباته، برضو دي من الأفات، هو أذكى من اللي موجودين فبيكذب، سميها كذبة بيضاء حتى إن هو يحقق رغبته. بيختبرك، ها هتصدقي يعني سوف تجاريه، بيكذب الانتباه. طب إذا كان ابنك طفل ما قبل السادسة تقبلي كل ما يقول وعدلي، ما فيش غضب، صراخ، لا تعاقبيه جسديا، دايما اقضي وقت كتير معاه، شاركيه اهتماماته حتى وهو صغير، نسمع أحاديثه ونتحاور معه. أخيرا رسائل من إحدى الأطفال لأمها، طبعا الرسالة للأم ولا الأب، تقول لها علميني آداب الطعام حتى يثني علي الضيوف ويقولون
هنا يا لها من أم عظيمة أحسنت الأدب. علميني متى أقول من فضلك إذا أردت شيئا من إنسان، أو أقول له لو سمحت، وإن قدم لي أحد شيئا أحبه أقول له شكرا جزاك الله خيرا. إذا حد من الموجودين يشاركني في أنه هو يقرأ، يعني ممكن؟ أنا ممكن؟ آه طبعا، هلا هلا فضل. علميني احترام الناس وخاصة الجيران والكبار. تمام، فضلي. علميني أن أعترف بخطأي مع الآخرين وأقول آسف لقد أخطأت. أحسنتي. لا تتركيني أصنع أشياء رديئة وأعتاد عليها، فالمرء هو نتاج عاداته. ما شاء الله، طبعا كلما فعلت أشياء رديئة واعتادت عليها ولم تقم الأم بوقفة تقف بوقفة، فالمرء هو هذا الناتج من تلك العادات. حد تاني يحب يشاركنا؟ لأن بصراحة صوت حضرتك يعني رخيم جدا ما شاء الله، فبس إذا كان في حد حابب اتفضلي. لا تترك، تمام. كوني حازمة معي، فالحزم مفيد والتردد رديء، فإن قلتي لا فاجعليها لا، وإن قلتي نعم فاجعليها نعم، حتى أشعر بالأمان والثقة. تمام. حاوريني إذا استصفرت وأجيبيني إذا سألت، حتى نتصادق دوما ولا أبحث عن بديل. ممتاز، تفضلي. اقبلي عذري إذا تأسفت واغفري لي إذا أخطأ حتى أتعلم فضيلة التسامح. ممتاز، أستأذنكم أكمل. تفضلي. لا تكثري في لومي وسبي، فأنا حينئذ سأصم أذني. لا تهينيني أمام الغرباء والأقرباء إن أخطأت، فالنصيحة في السر أفضل. لا تجعليني أشعر أن أخطائي لا تغتفر، لأن ذلك يضيق علي وسع الحياة. لا تقولي أنك لا تخطئين، لأنني إذا صدقتك وأخطأت فقدت الثقة بك، لأني سأصدم وأكتشف حق. أرجوك يا أمي لا ترهقي أعصابي بالإهمال، أو تتركينني أصرخ وأتألم فوق الاحتمال. أعطيني الأمان، أعطيني الحنان، أكن لك خير الأنام. أفعال وليس أقوال، وكلما حسن فعلك زاد حبي لك. الآن نصيحتنا ودعائنا لأبنائنا، أتمنى أن يصل صوت هذا الفيديو. وصيتك البر على الله الإعانة، والعود وحدة غير عن حزمة العود. لب المنادي لا صداح في آذانا، لا تتبع إلا سكة الطيب والجود. يضنا برك أمك وبرك لبوك، معرفة صاحبك واحترامك لخوك. أمر ربك وهو ملك كل الملوك، من زرع بذر خير حصد كل خير. يا مرحبا يلي بقلبي مكانه، اللي يغيب داخل القلب موجود. طبعا يا مرحبا وهلا وغلا بأبنائنا اللي موجودين داخل قلوبنا، وجميع حياتنا مكرسة لهم، وهم ذخرنا إن شاء الله في الدنيا والآخرة.